في أعماق الحرب الباردة القادمة خيم صقيع على مختبر سري في الاتحاد السوفيتي. بدأت تظهر همس عن تجربة مرعبة مخفية عن أعين العالم. شرعت الحكومة السوفيتية المهوسة توكو بدفع حدود قدرة التحمل البشري في مشروع يكتنفه السرية والخوف. أطلقوا عليه اسم تجربة النوم الروسية. كان الهدف بسيطاً لكنه مرعب، اختبار حدود الحرمان من النوم لدى البشر. لم يدركوا أنهم على وشك إطلاق العنان لكابوس مرعب. تم اختيار 5 سجناء سياسيين اعتبرهم النظام غير ذي قيمة ليكونوا فئران تجارب. وعدت هذه الأرواح التعيسة بالحرية مقابل مشاركتها غير مدركة للأهوال التي تنتظرها. تم حبسهم داخل غرفة كبيرة محكمة الإغلاق. كانت الغرفة من الداخل معقمة وباردة تشبه زنزانة السجن أكثر من كونها مختبراً علمياً. لإبقاء السجناء مستيقظين استخدم العلماء غازاً محفزاً تجريبياً. تم تصميم الغاز لإبقاء الأشخاص في حالة تأهب وتفاعل. ومع تحول الأيام إلى ليال بدأت الطبيعة الحقيقية للتجربة بالظهور. تميزت الأيام القليلة الأولى بنشوة غريبة، وظل السجناء بتحفيز من الغاز متفائلين بشكل مدهش. تحدثوا فيما بينهم وتشاركوا قصصاً عن حياتهم قبل سجنهم وغنوا الأغاني. لكن واجهة الحياة الطبيعية هذه ستنهار قريباً. ومع امتداد الأيام إلى أبدية بلا نوم، بدأت آثار الحرمان من النوم تؤتي ثمارها. أصبحت محادثاتهم مجزأة ومليئة بالأوهام والهلوسة. راقب العلماء من خلال نوافذ زجاجية سميكة بمزيج من الدهشة والقلق المتزايد. بحلول اليوم الخامس تحولت التجربة إلى كابوس مرعب. بدأت عقول السجناء المحرومة من النوم في الانهيار. أصابت الهلوسة الحية والمرعبة ساعات يقظتهم. تحولت الغرفة العادية إلى وكر من الظلال والأشكال الغامضة. قام أحد السجناء مقتنعاً بأن الميكروفون في الغرفة عبارة عن ثعبان بنزعه من الحائط في حالة من الجنون. راقب العلماء الذين كانوا ذات يوم مراقبين متحمسين في صمت مرعب بينما خرجت التجربة عن السيطرة. أصبحت الغرفة التي كانت في يوم من الأيام بيئة معقمة للتحقيق العلمي أرضاً خصبة للجنون. انقلب السجناء الذين تحطمت عقولهم بسبب الحرمان من النوم وتسمموا بالغاز على بعضهم البعض بوحشية صدمت حتى الباحثين المحنكين. قاتلوا على فتاة الطعام مقتنعين بأن زملائهم السجناء كانوا يحاولون تسميمهم. مزقوا ملابس بعضهم البعض وأجسادهم تاركين خدوشاً عميقة وآثار عضة على جلدهم. أصبح أرضية الغرفة مشهداً مروعاً للدماء والأجساد المكسورة. كانت صرخات السجناء التي تكتمها جدران الغرفة السميكة شهادة مرعبة على الفساد الذي يحدث في الداخل. واجه العلماء الذين كانوا ينظرون إلى الغرفة من خلال الزجاج السميك العواقب الوخيمة لغرورهم. أصبحت التجربة التي كانت في يوم من الأيام مصدراً للفضول العلمي مشهداً مروعاً للمعاناة الإنسانية. كان السجناء الذين جردوا من إنسانيتهم بسبب الحرمان من النوم والتلاعب الكيميائي انعكاساً مرعباً للظلام الذي يكمن في قلب المشروع. ناشد بعض العلماء الذين تغلب عليهم الشعور بالذنب والرعب رؤساؤهم لوقف التجربة. جادلوا بأن السجناء كانوا يعانون بما يتجاوز أي مبرر علمي يمكن تصوره، لكن توسلاتهم وقعت على آذان صماء. أوقفت التجربة فجأة في عمل وحشي أخير. ما تبقى من السجناء كان شهادة مروعة على الفشل الكارثي للتجربة. سارعت الحكومة السوفيتية الحريصة على دفن الأهوال التي أطلقت العنان لها إلى التستر على التجربة. تم تدمير جميع سجلات التجربة وتم إسكات العلماء القلائل الذين تجرأوا على الكلام. لكن الشائعات حول تجربة النوم الروسية استمرت،
وهمس بها بنبرات هادئة في قاعات المؤسسات العلمية. لا تزال التفاصيل الحقيقية لما حدث داخل تلك الغرفة غارقة في الغموض. تعد تجربة النوم الروسية بمثابة تذكير مرعب بهشاشة النفس البشرية والإمكانات الوحشية الكامنة في قلب الإنسان. إنها حكاية تحذيرية عن مخاطر الطموح الجامح والإغراء المغري للمعرفة المحرمة. تعد التجربة بمثابة تذكير صارخ بأنه حتى في السعي وراء التقدم العلمي هناك خطوط لا يجب تجاوزها أبداً. بالنسبة للبعض، فإن قصة تجربة النوم الروسية هي أسطورة مرعبة ورواية خيالية عن القسوة البشرية. لكن بالنسبة لأولئك الذين تعمقوا في التاريخ المظلم للحرب الباردة، فإنها تظل تذكيراً مؤلماً بأن أحلك فصول التاريخ البشري غالباً ما تكتب باسم التقدم، وأن السعي وراء المعرفة غير المقيد بالأخلاق يمكن أن يؤدي إلى أهوال لا يمكن تصورها.